لن أيأس أبدا، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. حلبة المصارعة ملتقى الأبطال، فيها زوايا أربعة مشدودة الحبال، لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآمال. لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال، إصابة المصارعة ليست للأشرار، من يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور. هيا نخلص معا حلبة.